أعلن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل تنحيهما عن مهامهما في العائلة الملكية البريطانية والسعي نحو الاستقلال المادي واقتسام المعيشة بين بريطانيا وأمريكا الشمالية. وذكر الأمير هاري وزوجته في بيان أنهما سيعملان ليصبحا مستقلين ماديا. وفي الإعلان الذي تم عبر حسابهما الرسمي على إنستغرام قال: سنسعى نحو الاستقلالية بينما نقدم كامل الدعم لجلالة الملكة، وهذا التنقل بين بريطانيا وأمريكا الشمالية سيسمح لنا بتربية ابننا على التقاليد الملكية، كما سيسمح لنا ببدء الفصل القادم من حياتنا. يأتي هذا الإعلان بعد توسع دائرة الشائعات التي تتحدث عن خلافات داخل العائلة الملكية.